السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. إجراءات يجب على الأخ النحال التركيز والانتباه لها جيدا، هي بسيطة ومهمة لكن أحيانا يتجاهلها الأخ النحال فتؤدي إلى عواقب وخيمة. إجراءات النحال قبل الدخول في موسم الربيع، هناك الآن ما يفرقنا عن فصل الربيع أيام قليلة، فيجب على الأخ النحال تدارك هذا الموضوع جيدا. ما هي الإجراءات والنصائح المتبعة في هذه الفترة بالذات؟ يتطرق إلى هذا الموضوع الأستاذ الفاضل محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء مجموعة عشاق النحل ومحبوه، أسعد الله أوقاتكم كل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والبركة في الرزق والمال والعيال والحفظ من كل شر. أشكركم إخواني وأشكر كل من قام بالمشاركة على الموضوع الذي تم طرحه، ما هي الإجراءات أو التدابير التي تسبق موسم الفيض أو موسم الربيع وهو فترة ذهبية للنحل. فيستوجب علينا إخواني الكرام من هذا المنطلق، وكوننا مقبلين على موسم يزدهر فيه النحل وبشكل كبير، أن نتخذ بعض الإجراءات والنقاط والتدابير، وهذا واجب علينا تجاه هذه الحشرة الطيبة حتى نحافظ على سلامة النحل وصحة النحل والوصول إلى كثافة جيدة، النحل يعمل بها بكل نشاط دون إصابته بمرض أو أكاروس، وطوائف نحلية قوية مردودية ستكون جيدة وعالية. فلنبدأ بذلك إخوان الكرام على بركة الله. أولا إخوان الكرام هو تفقد التغذية وباستمرار، وخصوصا في هذه الفترات المربعانية وخمسينية الشتاء، هي أشد الأيام برودة وهي أوقات عصيبة، وخصوصا إذا تعرضت البلاد إلى منخفضات متتالية، ربما تصل هذه المنخفضات إلى أسبوع، ربما تصل إلى أسبوعين، إلى 10 أيام لا نعلم، وربما تكون هناك درجات حرارة تنخفض ما دون الصفر مئوي، وهذا سيؤدي إلى انعدام خروج النحل إلى خارج الخلايا سواء كان هناك مراعي أم لم يكن هناك مراعي. هذا يعطي مؤشر بأن النحل سوف يبقى داخل مساكنه لمدة تزيد عن 10 أيام وأسبوع، هذا في حال سقطت الثلوج وكان هناك أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة. هذه الأمور إخوان الكرام ستؤدي في النحل إلى التهام كميات كبيرة من المخزون، ويجب أن يتم دعم هذا المخزون بين الحين والآخر. لا أقول محلي سكري، انتباه إخوان الكرام، خطأ قاتل أن تضع محلي سكري، لأنه تنخفض درجة الحرارة ما دون 15 هذا أو 15 مئوية، خطأ فظيع هذا الخطأ أن تضع محلول سكري. يجب أن تكون درجة الحرارة ما فوق 17-20 درجة فما فوق، حتى وتكون الجرعة تناسب حجم الكثافة النحلية. يفضل أن يتم تقديم الكاندي وليست العجينة البروتينية أو بدائل حبوب اللقاح، أن يتم تقديمها للنحل بين الحين والآخر ليحافظ على المخزون الاستراتيجي، ويبقى المخزون الاستراتيجي كما هو، وإنما يقوم بالتغذية للاستخدامات المنزلية من تغذيته هو نفسه النحل نفسه، وتغذية رقات على هذه التغذية التي يتم تزويدها بين الحين والآخر. الأمر الثاني إخوان الكرام، وليت الأمس كنت أتحدث مع أحد الإخوة المتواجدين في هذه المجموعة عن هذا الموضوع، أنه يجب مكافحة الفاروة. تقول لي لا يوجد فاروة، أقول لك كافح فاروة. تقول لي النحل كافحته في شهر في الشهر العاشر من العام المنصرم، أقول لك كافح الفاروة. تقول لي النحل سليم، أشاهد النحل غير لا يوجد فيه إصابة بالفاروة، أقول لك كافح فاروة. لأنه عندما تقول النحل سليم، هل قمت بإخراج يرقات
من العينون السداسية؟ هل قمت بفحص النحل؟ فحص. هل قمت بتشريح النحل والدخول ما بين الخطوط البطنية للتأكد بعدم وجود فارو؟ يجب مكافحة الفارو. خلية تمددت ووصلت إلى 6 أو 7 إطارات يجب مكافحتها. لا يجب أن يتم رفع الطابق الثاني لكافة النحل مهما كان هذا النحل إلا بعد مكافحته مكافحة الفارو فيه وبشكل دوري كل أسبوع مرة عن طريق المواد العضوية وتجنب المواد الكيماوية الامتراز وما شابه ذلك. هذا إخواني من أهم التدابير التي يستوجب على النحال القيام بها. الأهم من ذلك إخواني الكرام، نشاهد بعض الملكات استشعرت في دفء بعض الأيام التي مرت كانت دافئة وليست تلك البرودة عليها، قامت بالتوسع، ويأتي بعض الإخوان بوضع إطارات أساس أو مبنية لهذه الملكة كونها توسعت. هذا خطأ أيضا، لا يجب التوسع للنحل في مثل هذه الأوقات حتى الانتهاء من الخمسينية، هذا في المناطق التي يسود فيها البرود كبلاد الشام. أما المناطق الإفريقية والمناطق الغورية التي تمتاز بارتفاع درجات الحرارة حتى وإن تدنت لا تصل إلى 10 ما دون 10 مئوية، هذا إذا أراد التكاثر فيكون التوسع معقلا، توسع وتحييز على النحل وتقديم تغذية مناسبة مع متابعة النحل. إذا قام بوضع إطار في يوم كان دافئ وثاني يوم ضربت المنطقة منخفضات، النحل سينحسر هون، وهذه البيوض أو اليرقات الموجودة في هذه الإطارات ستموت حتما من قلة عدم التحضين، وهذا سيؤدي إلى تعفن هذه اليرقات وستصبح هذه اليرقات مصدر مرض لهذا النحل. فيجب الانتباه إخوان الكرام بعدم التوسع للنحل كما يشاء، وإنما يتم التوسع للنحل حينما تصبح الظروف الجوية متاحة. أما المناطق التي فيها درجات الحرارة معتدلة بعض الشيء، تميل إلى الدفء بعض الشيء، هذا لو توسع فيها لا بأس في ذلك. أما تقول لي المنطقة الفلانية لا يوجد فيها برد، وتقول لي المنطقة الفلانية لا يوجد فيها برد، يا أخي الكريم هذه مربعانية وخمسينية الشتاء، يعني حتى لو كانت هناك لا يوجد فيها برد، هذا البرد مهما كان سيؤثر على النحل، مهما كان هذا البرد ومهما اعتدلت درجة الحرارة فإنه يؤثر على النحل في هذه الفترات وخصوصا خمسينية الشتاء. الموضوع الآخر إخوان الكرام، بعض المناطق، يعني تواصل معي أحد الإخوان من مصر الحبيبة ويقول لي المنطقة عندي تمتاز بارتفاع درجات الحرارة. نعم هناك هطولات مطرية ولكن لا يوجد صقيع ولا يوجد تساقط للثلوج، وإنما الأجواء لطيفة وجيدة، وهذا هو مناخ المنطقة التي أعيش فيها. هل أقدم هنا إطارات مبنية أم إطارات أساس؟ فإخواني الكرام عندما ينشط النحل لا يجب تقديم الإطارات المبنية أبدا، يجب تقديم إطارات أساس واستبدال القطارات القديمة المتواجدة داخل صندوق التربية بإطارات حديثة، لأن الشمع هو مهد الطائفة. فإذا كان هذا الشمع نظيف وخالي من الملوثات وخالي من المواد الكيماوية فإن النحل حتما سينشط، أكيد سينشط، والملكة ستنشط وتكون أعشاش الحضانة متسعة على هذه الإطارات. أما الإطار الأسود أو البني القاتم هذا يجب استبداله أو نقله إلى الطابق الثاني حتى يتم استبداله وصهره وإعادة تدويره. الأفضل عندما ينشط النحل هذا بالمناطق التي ينشط فيها النحل، لا أقول بلاد الشام إخوان الكرام، أقول المناطق كالمنطقة التي قال لها الأخ المصري، هذه المناطق توضع فيها إطارات أساس وليست إطارات مبنية، شريطة أن تكون هذه الإطارات خالية من المواد الكيماوية أو المبيدات الحشرية، نقية أي بمعنى تكون من إنتاج النحل نفسه. الجانب الآخر إخوان الكرام، عندما يتوسع النحل بشكل سريع وملحوظ وخصوصا في مثل هذه الأوقات من العام، هذا لا يعني بأن المنطقة لن تتعرض إلى منخفضات جوية، رحمة الله واسعة وسعت كل شيء.
وكل شيء ربنا ينزله في قدر. فلو أخذنا بعين الاعتبار بأن درجة الحرارة اليوم في المنطقة التي أعيش فيها 16 وليلة الأمس 17، إذا نظرنا بعين الاعتبار بأن المنطقة ستبقى بهذه الحال وقمنا بالتوسع والتمدد وتنشيط النحل، هذا بعد قليل الطقس سيغدر بالنحل، وكثير ما غدر الطقس في النحل. العام المنصرم إخوان لنا كثر فقدوا خلايا بعدد كبير، لا أقول 10 و15 خلية، وإنما فقدت مناحل بأكملها، منها من فقد 120 خلية، منها من فقد 300 خلية. وحسب ما أخبرني بعض الإخوان بأنه هناك منحل مكون من 700 خلية قتل جميعا، فقدت هذه الخلايا. لماذا؟ لأنه توسع للنحل، أصبحت النحل 10 إطارات داخل الخلايا، تغذية قليلة، منطقة باردة، تعرضت المنطقة إلى منخفض قطبي استمر لمدة أسبوع. هذا الأسبوع النحل انحسر داخل الخلايا، لا يوجد شيء في الخارج، استهلك المخزون الاستراتيجي، وأصلا كان المخزون الاستراتيجي ضعيف، لأن النحل تقول أنت 10 إطارات والنحل صغير، استهلك المخزون الاستراتيجي، النحل فقد ومات. لماذا؟ لأنه توسع وغرته درجات الحرارة التي بقيت لمدة يوم أو يومين بأنها دافئة. فإخوان الكرام، يجب علينا توخي الحذر والانتباه لمثل هذه الأمور وعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها الآخرين، ونتعلم من هذه الأخطاء ونجير هذه الأخطاء إلى مصلحتنا الشخصية. أيضا إخوان الكرام، كلما كان النحل مضغوطا ومحيز عليه كلما كان أفضل، أفضل بكثير، لأنه نحل موضوع في مكون من 5 إطارات، موضوع في صندوق 10 إطارات. هذه الفترة التي سيحتاجها النحل لرفع درجة الحرارة سيحتاج كم هم كبير لرفع درجة حرارة الصندوق، ولكن عندما يكون محيز عليه بالقدر الذي هو يعمل عليه، يعني 5 إطارات، يتم وضع قطعة من الخشب وقطعة من البوسترين. بعض الإخوان يضع قطعة من الكرتون، هذا خطأ، لا يوضع الكرتون داخل الخلايا إلا إذا كان كرتون ضغطه عالي جدا، يعني يشبه البوليسترين في قساوته. عندما يكون النحل محيز عليه بهذه الشكل 5 إطارات، يحيز عليه 5 إطارات، سيبقى النحل هنا يشعر بالدفء وتكون مصروفياته أقل للمخزون، ويسيطر ويضبط المنطقة التي يعيش فيها. أما صندوق مكون من 10 إطارات وفيه 3 إطارات، ونقول النحل يستهلك بسريعا ولا يعمل، ولا هذا يا أخي الكريم يشعر بالبرد، والحضنة تحتاج إلى رفع درجة الحرارة. البعض يأتي يقول أن البرد لا يقتل النحل، هو لا يقتله بشكل مباشر، نعم النحلة هي ضعيفة عندما تكون فرد واحد، أما عندما تكون طائفة ككل هي قوية وتحتمل. ولكن نحل يعيش في صناديق كبيرة، نحل مخزونه ضعيف، نحل فيه أمراض، فيه أكروشات، نعم ستكون البرد القش التي قسمت ظهر البعير، ويكون البرد هو السبب ولكن ليس بشكل مباشر. فيجب إخواني الكرام التحييز على النحل والانتباه بعدم ترك النحل يتوسع كما يريد، لأنه لا نعلم هل درجات الحرارة القادمة ستكون شديدة، بردها قارس أم معتدلة، ولكن الإنسان والنحال الفطن يتبع ما هو أحوج وأفضل، ويتعلم من أخطاء الآخرين ويتداركها. أيضا إخواني الكرام، موضوع فتح الخلايا وتعريض الإطارات والنحل للشمس في الأوقات التي لا يكون فيها هطولات مطرية، هذا موضوع مهم جدا. فهذه الحركة تعطي دفء لعش الحضنة، شيء ثاني إذا كانت هناك رطوبة أو تعفنات نتيجة الرطوبة ستخرج. هذه يعني حركة جيدة من قبل النحال تجاه النحل، وعدم وجود الرطوبة في الخلايا يعني يكون أفضل، هذا في الحال إذا كانت الصناديق مصانة. أما إذا كانت الصناديق مهلهلة مكسرة، فيها شقوق، فيها ثقوب، فيها ممرات هوائية، فيعني
ماذا يعني لو قمت بفتح الخلية مرارا وتكرارا ستبقى الرطوبة موجودة. فالأصل أن يتم التخلص من الرطوبة، من الأمور التي تؤدي إلى وجود الرطوبة. وفي حال وجد قليل من الرطوبة يتم التخلص منها عن طريق فتح الإطار، فتح الصناديق لتضربها أشعة الشمس. حياكم الله أخواني الكرام، وبارك الله فيكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والبركة والرزق في المال والعيال. من لديه إضافة فليتفضل بذلك، عسى أن يفيد به إخوته ونستفيد منه. وجزاكم الله كل الخير، وحفظكم الله أينما كنتم.